السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن. انا هي السيده اللي تمارس عليها العنف من الدكتور اللي كنت سبقت شفت داك الفيديو اللي تكرفس عليا هو والمراه ديالو اللي خرجوني من الفيلا وقطعوا لي حوايجي. راه فضلهم وفضلكم نتوما خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب باش خرج راجل ديالي من هذاك الاعتقال اللي كان اعتقلوا على حسب خيانة الأمانة. قال لي سرق لي 100 طوبة. واش هذا خوتي دكتور معروف ونزلتهم على واحد الإنسان قال لي سرقتي لي 100 طوبة؟ قال لي خيانة الأمانة. علاش طالبنا بالحقوق ديالنا؟ طالبنا بفلوسنا. طالت بفلوسي أنا ديال مدة 5 سنين وأنا خدامة عنده في الدار مدة 5 سنين أخوتي، ماشي هي فيلا وحدة، ثلاثة الفيلات وأنا تنمشي فين ما يكريها وتخرج الكراي تقول لي يلا تخمليها يلا تخمليها وهكاك وصابرة تنقول نشد بعدا كاين هي الفلوس ديالي. ونهار اللي هدرت بفلوسي دا الراجل دار لي خيانة الأمانة. ودابا خوتي ملي خرج منها الحمد لله بفضلكم وبفضل خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن وبفضل الحمد لله كاين القانون في البلاد لأن داروا الحمد لله التحقيق. وتنشكر المخزن ديالنا وتنشكر الوكيل اللي حقق في الموضوع هذا وما رفع على الراجل ديالي حتى شي حاجه تثبت وخرج الراجل ديالي براءه. ودابا خوتي دار لي عاوتاني دفع لي واحد الشيك حيت كنا خدينا واحد القطعه ديال الارض. ملي خدينا ديك القطعه ديال الارض قلت لي عطيني يا دكتور عطيني الفلوس 3 مليون كانت خاصه انا باش نكملوا الفلوس ديال داك مول الارض اللي خدينا من عنده. كيعطيني 3 مليون من الفلوس ديالي. قال لي لا ما نعطيكمش من الفلوس ديالكم. علاش؟ قالك لا ما تفرموهاش انتما قربتوا ديروا الدار قربتوا توصلوا لديك العدد ديال باش ديروا الدار. قالك الحل الواحد اللي غندير معاكم غنسلفكم 3 مليون وكنقطع الراجل ديالك وكنقطع عليه كل شهر كنقطع عليه 40 ألف ريال. قلنا ماشي مشكل. عطى الراجل ديالي 3 مليون وبدا كل شهر تيقطع له 40 ألف ريال وكل شيء الوراق راه كل شيء كاين كل شيء الوراق ديال لابونك من هذا السيد هذا الدكتور اللي هو معروف زعما تيدافع على الحقوق. زعما تيدافعش هاد السيد على الحقوق ما مطبقش هو اصلا الحق. ناض دابا دفع للراجل ديالي الشيك قال لي لا انا تنساك 3 مليون تعطيها ليا ولا ندخلك للحبس. والوراق كاينين عندنا ديال البنكه بان هاد السيد هذا تيقطع للزوج ديالي 40 ألف ريال وبان عندنا واحد الاوديو ديالو هو ديال الدكتور معترف به بان تيسال الراجل 160 ألف ريال. ومن شهر 7 لشهر 11 ما بقاش يصيفط الراجل ديالي فلوس كاع في لابونك. قال لي غناخد فلوسي كاملين اللي تنسالك ما بقاش نقطع عليك غناخد فلوسي كاملين. ومني خد الفلوس ديالو كاملين ودابا في شهر 11 وقع معنا معاه نزاع. قلت لي شوف الدكتور عطيني الفلوس ديالي ما بقيناش حنا باغيين ديك الشقه. عطيني ديك الفلوس ديالي حنا نمشيو نبنيو ديك الارض ما بقيناش باغيين هاد الشقه هادي انت دابا اللي كل مره تبقى تهددنا بها. ناض قال لك انا ما عنديش فلوس ما تسالونيش جريو طوالكم ما تسالونيش. ومني درنا به الشكايه دعينا درت به الشكايه ديال داك العنف اللي دار ليا اللي تهجم عليا هو والمراه ديالو قطعوا لي حوايجي وخرجني للزنقه. درت به الشكايه راه كلشي عند المخزن ودرت به الشكايه بان راه السيد هذا راه نصب عليا بان ما باغيش يعطيني الرزق ديالي ما باغيش يعطيني فلوسي. ناض دابا دفع الراجل ديالي بقى تيهدو دفع لي قال لي اما دير تنازل اما دير تنازل ولا غندخلك للحبس. اما دير تنازل على داك الشيء على الفلوس ديال المراه ديالك هذيك الدعايه اللي داعيني وعلى العنف اللي تهجمت على مراتك تنزل على كل شيء ولا غنفع لك شي ودخل للحبس. الراجل ديالي ما بغاش يتنازل ما بغاش. علاش خوتي غيتنازل؟ غيتنازل على 5 سنين 5 سنين ديال الشقه ديالي ديال التعب ديالي ديال السهر الليالي ها غيتنازل عليها ونضوي يدفع لي الشيك. واي باب دقيناه تلقاو مسدود. علاش؟ حيت هو واصل تيقول لك ما تصوروا مني حتى شي حاجه. والراجل ديالي غدا عنده المحكمه غدا عنده الحكم هو دا شهود وكاينين الوراق ديال لابونك ديال السيد هذا تيقطع لي 40 ألف ريال وعندنا الاوديو ديالو. ورغم هكاك تيقول لك ما تصوروا مني والو ما تصوروا مني حتى شي حاجه جريو طوالكم. ودابا انا محبسني في الدار حابسني في الدار ما تخلينيش نخرج ما تخلي حتى شي حد يجي لعندي. انا دابا تنهضر معاكم وخوتي وما عارفاش المصير ديالي شنو غيكون من الساعه حيت انا رقصت يا الزوج ديالي ولدي راه خليته في الدار بوحدو ومريض مريض اخوتي في السبيب. نجي ندافع على حقوق المرأة وهو نيت مطبق عليا الحقوق ديالو معنفني ومخلي نهار 7
الى يومنا دابا 25 في الشهر، وانا رجعكم كانوا شاهد الناس الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل داك الناس. انا تنشكرهم من هذا المنبر، هذا تنشكر عائلتي، تنشكر عائلتي فرقاج، تنشكرهم بزاف، هما اللي واقفين معايا، هما اللي تعطوني الماكله من الصور، هما اللي تعطوني الكلشي ولدي من الصور، هما اللي تعطوني الحليب من الصور. يعني كون ما كانش هما كواني مت انا ولدي، تيقول لي تما تعطي في هذاك القبر تتموتي، وقطع لي الموضه، حبس لي الموضه خوتي. واش هذا انسان؟ واش هذا طبيب؟ يقول لي خوتي، يقول لي واش هذا طبيب هذا؟ يقول لي خوتي، وغدا راجعين عند المحكمه، انا تنطلب من القضاة ومن المسؤولين يشوفوا في الدوسي هذا. غدا ان شاء الله، غدا 26 ديال 2021، غدا عند المحكمه، كنتمنى لخوتي المغاربه يطلبوا معايا داخل الوطن وخارج الوطن. هو دابا بغى يجري عليا، فين غنمشي انا؟ فين؟ يقول يا خوتي فين نمشي انا وولدي؟ كون يعطيني فلوسي، عطيني فلوسي نمشي نكري بيهم، عطيني الرزق ديالي نمشي نكري بيه. هو دابا بغى يخرجني للشارع. واش هذا طبيب هذا اللي تيقول لك لا ما خاصش المراه تخرج للشارع؟ تيقي لي يهضر في الصحافه تيقول لك ما خاصش المراه تخرج للشارع، ما خاصش الطفل يضيع. هو مضيع لي ولدي، سد علي ولدي، مريض في السخانه، واش يعيش لي ولا ما يعيش؟ عافاكم اخوتي، لما عطقوني ورحموني، تيقول لي انا دايره لكم محامي بمليون ونص. انا لي الله سبحانه وتعالى ولي، انتم اخوتي المغاربه، انتم هما المحامين ديالي، انتم اللي غتحميوني، انتم اللي غتهضروا عليا، حيت الظل ديالكم اخوتي المغاربه باش خرج راجل ديالي ديك النوبه باش دار لي قيمة الامانه. وحافكم اخوتي لما اطلبوا معايا، اخوتي اطلبوا معايا السيد ضمني، الدكتور هذا هو معروف بروفيسور خدام في سبيطار الليمونه، معروف اخوتي المغاربه، ما كاينش اللي ما يعرفوش، ما كاينش اخوتي اللي ما يعرفوش. تيهضر ديما في الصحافه وديما انا اللي بقيت عليه، تقول لي هذاك السيد واصل، ما عندنا ما نديرو ليك. انا لي الله ولي لكم اخوتي، انتم اخوتي بغيتكم تعميوني، بغيتكم تعميوني اخوتي، انا راه ضايعه، انا اخوتي دابا راه منقص الصور، انا ما عرفتش من الساعه شنو غيدير ليا، ما غيشوف هذا اللايف هذا اخوتي، ما عرفتش شنو غيدير ليا. انا اخوتي تنتمناكم اخوتي تحميوني وتقبوا معايا، الله يجازيكم بخير، الله يكثر فيكم، ديروني اختكم، ديروني امكم، ديروني اخوتي اللي عزبتو، انا بنتكم اخوتي، انا بنتكم، بغيتكم توقفوا معايا، الله يجازيكم بخير اخوتي، الله يخليكم في حياتكم، الله يجعل ربي يوقف معاكم اخوتي. الدكتور ظلمني اخوتي، ظلمني وتعدى عليا، ظلمني اخوتي وتعدى عليا اخوتي. انا اخوتي تنشكركم بزاف، تنشكركم بزاف اخوتي اللي وقفوا معايا اخوتي. تنطلب من الحكومه ومن القضاة ان شاء الله غدا يشوفوا بهذاك الدوسة اخوتي، ويشوفوا بعين الاعتبار، الله يسهل عليكم اخوتي. راه داك السيد راه ما تيسالوش اخوتي 3 مليون، راه ما بقى تيسال حتى شي حاجه اخوتي، راه كلشي في الورق ديال البنك اخوتي. الله يسهل عليكم ويجازيكم بخير اخوتي. راني صغرت اخوتي، الدكتور تعدى علينا اخوتي، تعدى علي الدكتور، تعدى علي اخوتي. دابا انا محبوس اخوتي، لا ماكله لا شرب، ما لقيتش اخوتي داك الجيل مساكن تيمدو ليا من الصور، كون راني مت تيقول لي تموتي تما في هذاك القبر. وبصح حنيت اخوتي، راني في هذاك القبر اخوتي، لا مالودو. الله يسهل عليكم اخوتي، الله يخليكم صحتكم.